عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الانترفيسز بكل بساطه. وزي ما احنا عارفين ان احنا الانترفيس هو عباره عن ابستراكت كلاس، كل الفانكشن اللي جواه عباره عن ابستراكت فانكشن. هو ده كل اختصار الابستراكت قصدي الايه الانترفيسز، هو عباره عن ابستراكت كلاس عادي جدا وجواه كل الفانكشن ايه ابستراكت فانكشن. واحد يقول لي طب ايه الاختلاف ما بين الانترفيس والابستراكت كلاس؟ لا هقول لك في اختلاف طبعا. الابستراكت كلاس ممكن تحط فيه فانكشن بالامبلمنتيشن بتاعته، وممكن تحط ابستراكت كلاس عادي جدا. طب الانترفيسز؟ لا الانترفيسز ما فيش حاجه اسمها امبلمنت الفانكشن، كلها ابستراكت كلاس. طبعا عندنا التايب سكريبت ممكن تعمل امبلمنت لاكتر قصدي الكلاسز، تقدر تعمل امبلمنت لاكتر من انترفيس. زي ما عرفنا في الجافا، الجافا كان يقول لك ان الجافا بروفايد بتمنع انك تعمل اكستند من اكتر من كلاس، يعني مش يعني ما بتسمحش انك لو عندك كلاس يقدر يعمل انهيريت لاكتر من كلاس، لكن في الامبلمنت تقدر. هنا نفس الموضوع. تمام، تعالوا كده في الاكزامبل عندنا اهو اكسبورت انترفيس، ديت كي وورد برضو كوتش. هنا الانترفيس ديت انا كده خليت ايه الكلاس بتاع انترفيس. مجرد ما اعمل امبلمنت اي كلاس تاني يعمل امبلمنت من الكلاس ده هيعمل اوفر رايت دايركت، لازم يعمل اوفر رايت لاي ايه فانكشن جوه. تعالوا كده نشوفهم الكود بتاعنا. خلينا هنا نعمل اهو، نعمل فولدر جديد انترفيس انترفيسز اهي، هعمل جوه فايل هسميه مثلا يوزر برضو اهو. احنا عملنا انترفيس اهي، هنعمل فايل يوزر طبعا ما تنسوش الاكستنشن دوت تي اس. هعمل ايه اكسبورت انترفيس اهو يوزر، تمام اهي. جوه هكتب ايه مثلا جيت، لا مش قصدي جيت ديت، جيت انفو بالمنظر ده اهو. وهنا طبعا ما فيش امبلمنتيشن، وهتقول لي تمام سيمي كولون، هقول له جيت داتا تمام. طبعا انت ما حطيتلاش داتا، طيب اذا ترجع انت ترجع بوليان، ترجع زي ما ترجع، لان انت ما حددتش. ممكن احدد دي فويد ما ترجعش حاجه، وديت سترينج تمام. لو عملت هنا في الانترفيس فايل جديد وليكن اسمه student.ts وعملت ايه بقى export class student implement implements ايه بقى implements اليوزر اهو تمام اهم. هنقفل دول لان دول مش عاوزينهم اهو. هنعمل هنا سيف، وهنا عندنا ايرور. اول ايرور ليه؟ اول حاجه عاوزين نعمل ايه امبلمنت. تمام كده عملنا امبلمنت لكل الايه لكل الايه الفانكشن اللي عندنا، لسه برضو مازال في ايرور. ايرور ليه؟ هقول لك ليه. هنا اليوزر ده انترفيس تمام، المفروض هنا void وهنا string، المفروض هنا برجع هرجع ايه بقى؟ هرجع return اي string المنظر ده، لسه برضو error عندنا تمام. هنا اهو ده عامل import اليوزر اللي في interfaces user تمام، مفيش مشكلة. تعال نقول error بيقول لك الكلاس incorrect implement class user. احنا عملنا هنا اكسبورت تمام، عملنا هنا اكسبورت وهنا امبلمنت لليوزر، وهنا بيقول لك the student is missing flowing properties from type user id name
هو متلخبط ما بين اليوزر اللي هنا اللي في انهيرتنس واليوزر اللي هنا. شوف احنا عاملين هنا امبورت الايه؟ امبورت اللي في انهيرتنس، وده غلط. انا عاوز امبورت اللي في انترفيسز. اول ما انترفيس خلاص الايرور راح. اذا وانت بتعمل امبورت شوف انت بتعمل من انه واحد، وده ايرور كويس انه ظهر لنا عشان برضو تعرف الفرق. ومش اي حاجه تعملها امبورت، ممكن يكون عندك كذا كلاس زي بعضه تيجي تعمل امبورت اللي انت عاوزه تعمل امبورت لواحد تاني. حلو قوي خلاص اهو كده تمام. افرض عندي كمان يوزر اهو في الانترفيس اهو، هنعمل رينيم اهو، هسميه مثلا ادمن مثلا. تمام ادمن انترفيس برضو، خلينا نعمل ايه؟ جيت فون تمام، وجيت خليها جيت فون بس تمام. عاوزين نعمل في الريسيدنت برضو امبلمنت للايه؟ للادمن كمان، لليوزر والادمن. حمل اهو ادمن تمام مفيش مشكله، كان ديفايد نيم ادمن تمام. هنا اهو ادمن، مع ان الادمن اي دي ام اي ان اهي. اذا في عندنا ايرور، واحد يقول لي طب المفروض نعمل ايه؟ امبلمنت ثانيه يعني؟ هقول لك لا، هو امبلمنت مره واحده المفروض لليوزر وبعدين امبلمنت للادمن اهو. ستودنت امبلمنتس يوزر، طب شيل ديت برضه مشكله. تعال نشوفهم المشكله دي بسبب ايه. تمام طبعا الايرور بكل بساطه ده ادمن المفروض اهو كوما ادمن، بس هو مش شايل ادمن ليه؟ احنا لما عملنا كوبي دي مزات يوزر عاوزين نخليها ادمن. تمام كده تمام. تعال نروح هناك الايرور لسه موجود، بس هتلاقي فيه فيكس انك تعمل ايه؟ امبورت. تمام بس كده. عندنا هنا هنا عشان تعمل ايه؟ اوفر رايد اهو، اوفر رايد لايه؟ لجيت فور اهي. اذا قدرت اعمل امبلمنت لاكتر من ايه؟ من كلاس. اذا ده بكل بساطه الانترفيسز وكده. الحمد لله خلصنا الاو بي بالمفاهيم بتاعتها بكل حاجه، واتمنى تكون واضحه. اتمنى يا جماعه يكون الفيديو مفيد. لو في اي حاجه مش واضحه تواصل معايا، هسيب لك لينك الفيسبوك تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.